أولا غدا على من تكلم من قبلي في معكم، حماس ما فعلته هو ما يناقض كل المعايير الإنسانية والشريعة الإسلامية. هم لم يحاربوا جيش الدفاع، هم قتلوا ناس عزل أبرياء في بيوتهم، هم قتلوا أطفال ونساء وقاموا بخطفهم إلى غزة. هذه ولكن المشاهد، محمد هذا ما فعلته إسرائيل حماس أيضا. دخلوا إلى إسرائيل كقطعان دواعش وقتلوا أطفال أبرياء وخطفوا نساء وعجائز. إسرائيل في الوقت الذي دخل إرهابيي حماس لقتل وذبح الأطفال والنساء في إسرائيل، هنالك المئات من أطفال ونساء وشيوخ غزة يعالجون في المستشفيات الإسرائيلية. هذا ما يجري في إسرائيل. إسرائيل تمد يد العون للفلسطينيين في غزة، وحماس تقتل الأبرياء الإسرائيليين. إسرائيل لم تستهدف أبدا أبرياء في غزة، بل هم حماس والجهاد التاريخ الإسلامي والأحداث الإرهابيين هؤلاء المنظمات يقولان عكس الإرهابية ذلك هم من محمد. يتخذ أنتم رأيتم بالمناسبة العملية التي قامت بها حمساويين قبل أيام في اليوم الأخير من الهدنة، قام بها شخصان تم الإفراج عنهما في العام 2020، وكذلك عدد كبير من الإرهابيين الذي نحن نصطادهم كل يوم، وهم جميعهم من صفقة ما يسمى بصفقة شليت على رأسهم السنوار. إذا نحن كيف نحن لن نحرر أشخاص سوف يقومون بعمليات إرهابية في المستقبل أضعاف أضعاف ما سوف نحصده من رهائن يتم الإفراج عنهم؟ هذا لا يستقيم على الإطلاق. هؤلاء دكتور مائير لا يقومون بهذه الهجمات بدوافع الترفيه عن أنفسهم أو ما شابه، ولكن نتيجة ما يرونه على الشاشات من ضحايا مدنيين وصور مفزعة على شاشات التلفزيون لقتل أطفال ونساء وبيوت مدمرة في غزة. من أفرج عنهم من النساء والأطفال حتى الآن من إسرائيل لا يمكن وصفه هؤلاء بالإرهابيين، لأنهم حتى كثير منهم لم يدن بتهم إرهابية، يعني كما تقول. أنا كثير مبسوط إنك سألت هذا السؤال، وعشان نجاوب خلينا نرجع لمين حررت إسرائيل من السجون. إسرائيل حررت من السجون نساء اللي حاولوا يعملوا عمليات إرهابية، تفجير السيارة على إسرائيليين، ولذلك وجهها تغير. إذا أنتم متذكرين وعارفين عن مين عم بحكي، إسرائيل حلت من يقولوا عنهم أطفال من تحت جيل ال 18 اللي حاولوا يطعنوا إسرائيليين. يعني هذه السيدة التي ذكرتها قالت إنه حصل حريق في سيارتها وفهم خطأ أنها كانت تحاول تفجير السيارة، وإنها هي نفسها احترقت. يعني على كل حال الآن فكروا هيك، ما اصلا حماس عم بكذبوا وعم بكذبوا على الجميع. يعني فكروا فيها، 7 اكتوبر اقتحموا اسرائيل، قتلوا النساء وقتلوا الرجال وقتلوا الاطفال، حرقوهم، اغتصبوا النساء الاسرائيليات. لا تأكيد على ذلك، لا 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 تأكيد لوقوع عمليات اغتصاب او حرق اطفال. سيد يوسف، في يوم 17 1200 مقاتل فلسطيني واجهوا، ذهبوا للقتال ولم يقتلوا كما يفعل الإسرائيلي الآن. الإسرائيلي الآن يقتل ويقوم بحرب إبادة جماعية ويرتكب مجازر وجرائم حرب بحق الإنسانية حينما يقتل الأطفال والنساء والشيوخ، ولكن الفلسطيني ذهب إلى موقع الإسرائيلي واستطاع أن يهزمه. 1200 مقاوم فلسطيني هزموا 10,000 من النخبة الإسرائيلية في عقر دارهم، في مواقعهم، في سكناتهم العسكرية المحصنة، في ظل كل الإمكانيات المتطورة. هل ستصمد حماس برأيك؟ يعني هذا هو سؤالي، هل ستصمد على في معركة طويلة قد تمتد لأسابيع؟